محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي يحتل المركز الثاني. ننتقل إلى الحذر يحتل المركز الثالث. تعود ملكية ناصر بن سيف بن هلال العليلي يحتل هذا الموقع ويسير إلى ثالث المراكز. بينما المركز الرابع يتقدم مصيحان غلام بن موسى بن أحمد البلوشي يحتل هذا الموقع ويسير إلى المركز الرابع. بينما مشاهدين الكرام نسير إلى خامس المراكز، وخامس المراكز يتقدم من خلاله في هذه اللحظات سراب خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي. أما المركز السادس فيأتي من خلاله الشارد لمحمد بن عتيج بن العرطي الحميري في سادس المراكز في هذه اللحظات. بينما المركز السابع سراب سيب بن مصبح بن كاسم المسافري، والمركز الثامن نقل إلى شاهين محمد بن عبد الله بن محمد الهاملي في المركز الثامن. بينما المركز التاسع المداوي يحتل المركز التاسع لسالم بن حمد بن محمد المزروعي، والمركز العاشر شعار بن حاذة يأتينا مع شاهين محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي في المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام، حيث يسير مسار الجعدان المحليات الأصايل في سن الثنايا، وينطلق هذا الشوط مع أشواط الإنتاج والمنتجين، وبالتوفيق لهم في مشاركاتهم وتقديرهم بالمشاركة هنا في ميدان المرموم، حيث تستمر الإثارة ويستمر التحدي في آخر تمهيديات هذا الموسم في ميدان المرموم وميدان النهدكي الذي دائما يقدم لكم جديدة في كل المشاركات. عودة إلى البداية وشاهين يسيطر، محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي إلى مقدمة هذا الشوط وإلى العنوان الأول والعنوان المميز في صدارة الشوط. بينما المركز الثاني هناك يتواجد ويحتل الحذر ناصر بن سيب بن هلال العليلي هنا في المركز الثاني، أيضا مشاركا من خلال وجود أشواط الإنتاج ومنافسات هذا الشوط. أما المركز الثالث شوف الاثنين ابتعدوا عن البقية لأنهم يعني قدموا حتى اللحظة اندفاعة تلقائية جميلة ورائعة. أما المركز الثالث فيأتينا مصيحان غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، هنا من يقدم لنا مصيحان في هذا المستوى. والمركز الرابع شاهين محمد بن علي بن مبارك بالقريني المنصوري يأخذ المركز الرابع ويسير كذلك برباعية لمستوى هذا الشوط. المركز الخامس للنقلة إلى سراب خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي. مشاهدين الكرام في المركز الخامس وسادس المراكز يأتي شاهين لمحمد بن عبد الله بن محمد الهاملي في سادس المراكز. أما المركز السابع شوف هذا اللي تدخل الآن لمحمد بن عتيج بن عرطي الحميري، وها هو الشارد يسير إلى سابع المراكز ليتقدم مركز آخر ومنافسات أخرى في المركز السابع. المركز الثامن ننتقل مباشرة إلى المداوي لسالم بن حمد بن محمد المزروعي، وقبل أسبوع فايز بنفس الشوط في شوط المحليات وفي شوط الإنتاج. هذا هو اللي الآن في المركز الثامن وحذاري منه. بينما المركز التاسع سراب سيب بن مصبح بن كاسم المسافري، والمركز العاشر محمد بن سالم بن حاذة الاجتبي يقدم لنا السلالة الشاهينية في هذا الموقع وهذا المكان. هذه مشاهدين الأعزاء الأسماء اللي انطلقت وسارت وأبحرت وأبعدت بناموس هذا الشوط، ولا زالت من خلال تقديمها العروض المميزة والكفيلة بالتنافس في مشاركات هذا الصباح. خبرناكم بأن السابق في الأسبوع الماضي وكذلك مشاركات هذا الشوط، خاصة مع المندفعين، خاصة مع المنطلقين، خاصة مع اللي يسيرون إلى المراكز الأولية. أعود لتابع البداية والمركز الأول. شاهين يتقدم، تعود ملكية لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي على المركز الأول ومسيطرا محافظا في هذا المستوى. لكن هناك الحذر يعني منافسات قوية من الحذر لناصر بن سيف بن هلال العليلي يحتل المركز الثاني، ويعني عنده منافسات قوية، عنده أداء جميل. ولكن شوف المركز الثاني هناك في المركز الثاني يتابع المركز
المركز الثاني و أعود للمركز الثالث مشاهدين الأعزاء. وهنا في المركز الثالث يأتي من خلال هذه الانطلاقات سراب ناصر خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي يحتل هذا الموقع بينما وصل الشارد. وصل الشارد بدأ يقترب يتسلل رويدا إلى مراكز المقدمة. ومحمد بن عتيج بن سالم العرط الحميري واصل المشاهدين الأعزاء في هذه المنافسة وهذا اللقاء المركز الخامس. هذا هو مداوي واصل سالم بن حمد بن محمد مزروعي واصل إلى المركز الخامس بينما المركز السادس هذا هو شاهين محمد بن عبد الله بن محمد بن عباد الهاملي يحتل المركز السادس مشاهدينا الأعزاء. والمركز السابع شوف أرى التسلل الجديد إبراهيم بن خاطر بن هاشم الشامسي وصل الآن خذ المركز السابع مع وجود هملول على هذا الموقع. المركز الثامن هناك يا بن كاسم سراب سيف بن مصبح بن كاسم المسافري في المركز الثامن. محمد بن سالم بن حاذة في المركز التاسع. والمركز العاشر هذا اللي وصل الله شوف شعار عبد الواحد بالخزع هذا على ما اعتقد نعم المشهر مبارك بن احمد بالخزع العامري مشاهدين الاعزاء يحتل المركز العاشر. هذه النتيجه للعشر المراكز الاولى وزياده الرياح مشاهدين الاعزاء. الاجواء في هذا الصباح بدات تزيد سرعه الرياح تقريبا من الشوط السابع والثامن بدات تزيد السرعه وتزيد خاصه مع الاشواط المتاخره كما نشاهد ونتابع هذا الجو وسوء الاحوال الجويه. لكن نقول اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم امين يا رب العالمين. نعود الى البدايه مشاهدين الاعزاء نعود الى التنافس الثنائي ولا زال شاهين مسيطر محمد بن خليفه بضبيب الشامسي على المركز الأول والقيادة. لكن هناك الحذر ناصر بن سيف بن هلال العليلي أيضا قادم بالمنافسة وكل واحد عنده حق مشروع بأن ينتزع المركز الأول خاصة إذا قدم لنا سلالة وإذا قدم لنا مطية سبوق وإذا قدم لنا يعني تحركات مميزة في مستوى ولقاء هذا الشوط. بينما هذه الثنائية شوف المركزين الأول والثاني من البداية حتى هذه اللحظات العصي في البطان صح لكن هناك يعني دفع تلقائي جميل ورائع يقدم لنا هذه الاثنين شاهين وكذلك الحذر في ناموس الشوط. بينما المركز الثالث وصل الان شاهين محمد بن عبد الله بن عباد الهاملي يحتل المركز الثالث. والمركز الرابع مداوي لسالم بن حمد بن محمد المزروعي يجرح ويداوي هذا اللي واصل هذا المركز الرابع يعني يمكن انه ياخذ المركز الاول. ليش؟ لا لان الاسبوع الماضي محقق نفس الشوط المركز الخامس هذا شوف الان الشارد في المركز الخامس محمد بن عتيج بن سالم العرطي الحميري. والمركز السادس سراب خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي المركز السابع واصل هملول ابراهيم بن خاطر الشامسي يحتل المركز السابع. والمركز الثامن شوف هذا اللي وصل الان شعار برويس الكتبي يحتل المركز الثامن هذا اللي وصل شاهين محمد بن سالم خليفه الكتبي. والمركز التاسع وصل هذا هو المشهر مبارك بن احمد بن خزاع العامري. والمركز العاشر بن دري يقدم لنا جلمود محمد بن سالم بن دري الفلاحي. هذه النتيجه للمراكز العشره الاولى العشرة المتقدمة العشرة التي تسير تبحث عن ناموسة تبحث عن تحدي. ولكن عودة إلى البداية إلى بداية الشوط ناصر بن سيف بن هلال العليلي ألف وميتين على خط النهاية والبداية أين ستكون مع شاهين. لكن شوف التسلل الآخر من خلال وجود شاهين الآخر محمد عبد الله بن عباد الهاملي. يلا يا للغربية هملول في المركز الثالث يتسلل إبراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي واصل مجاهد العزاء ولكنه يتقدم يحتل المركز الثالث. المداوي في المركز الرابع سالم بن حمد بن محمد الضابط المزروعي في المركز الرابع.
المركز الخامس شاهين، هناك يتراجع محمد بن خليفة بضبيب الشامسي يحتل المركز الخامس الخامس الخامس. هذه النتيجة، خمسة مراكز أولى، سادس المراكز يصل من خلال الشارد محمد بن عتيج بالعرطي الحميري والمشهر هناك يتواجد على المركز السابع في هذه اللحظات. ومبارك بن أحمد بن خزع العامري لكن طار حلق الناموس شاهين 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 إلى المركز الأول إلى ناموس الشوط. محمد بن عبد الله بن عبادة الهاملي راح 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 انتزع المركز الأول، تقدم في ناموس هذا الشوط ومستواه الجميل. يا سلام، ها هو اللي أمامكم المركز الأول صدارة هذا الشوط، لكن العليلي ناصر بن سيف بن هلال العليلي قدم الحذر قدم الحذر مشاهدين الأعزاء، انتزع المركز الثاني الحذر الحذر من البداية كان على المركز الأول في منافسات واندفاع على صدارة هذا الشوط، إلا أنه يتراجع يتقدم من خلاله شاهين الآخر شاهين الآخر هنا في هذا المنطلق محمد بن عبد الله بن عباد الهاملي. تهانينا والناموس تهانينا يا الهاملي على الفوز، وسلام للغربية سلام. خلاص 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 لا تضربه لا تضربه، خليه يريح خليه يريح يا أخوي، خلاص واصل إن ختاميات على الأبواب وما قصر، قدم عرض مميز كفيل بأن يكون في المركز الأول، يخترق الصفوف الأمامية وإن شاء الله عقبال الزعفران في الختاميات. المركز الأول محمد عبد الله بن عباد الهاملي، المركز الثاني وصل الحذر ناصر بن سيف بن هلال العليلي، المركز الثالث شاهين محمد بن خليفة بضبيب الشامسي، المركز الرابع هملول إبراهيم بن خاطر بن ناصر الشامسي، وخامسا مشاهدينا الأعزاء يتقدم سراب خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء. أعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، وأعود إلى لحظات وصول شاهين إلى صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول. شاهين تهانينا والناموس، 13 دقيقة 23 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن عبد الله بن محمد بن عباد الهاملي على هذا الفوز والانتصار وتحقيق ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان تحدي من الحذر لناصر بن سيف بن هلال العليلي، قطع المسافة 13 دقيقة 27 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والتحدي. بينما مشاهدينا الكرام من حل في المركز الثالث، نشوف اللحظات الأخيرة للمركز الثالث. هملول في المركز الثالث، إبراهيم بن خاطر بن ناصر الشامسي 13 دقيقة 30 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.